اليوم 26 من شهر كياك، روح البلوة. وهبتني يا سيدي روح البلوة العجيبة في داخلي، به أخلص من خطاياي وأراك معي في كل حين، به أراك وأسمع صوتك وأفرح بك وأتأمل تدبيرك، به أصرخ نحو أبيك بروح البلوة يا آبا الآب، به ألبس صورة الفضيلة والبر والطهارة، وبه أغلب العالم وكل ما فيه والشرير وكل عثراته، وبه أحيا بك وأنال من حياتك وأثبت فيك وأنت في. ربي يسوع، جدد روحك فيا واملأني من حلولك فيا ومن فرحك ومن سلامك ومن نعمتك، وبدد كل الظلمات والاضطرابات.